بعض الناس بيعترضوا في بخصوص الاضطهاد. لا، عايزين حياه خدمه وعايزين، انا ما اقبلش ان حياتي ابقى مليان بالاضطهاد. وبيرفض ده. لكن الحقيقه لا، الكتاب المقدس قال للكنيسه هتواجه ضيق في العالم، سيكون لكم ضيق. فانا لا ارفض الضيق الذي ياتي بحسب مشيئه الله، لكن ارفض الضيق الذي ياتي بسبب خطايا شخصية أو بسبب عمل من أعمال إبليس بتكون بتيجي على حياتي. عشان كده علينا أن نقبل ما هو في ملء مشيئة الله، مضطهدين لكن غير متضايقين، فارحين في الضيق. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ لنا صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. عشان والرجاء لا يخزى. يبقى الاضطهاد مع الإيمان أدى إلى بنيان الكنيسة. يعني لما اضطهدوا في ناس هربت من الاضطهاد، بس لما هربوا من الاضطهاد جالوا مبشرين. يبقى الاضطهاد أدى إلى انتشار الكنيسة ونمو الكنيسة وبنيان الكنيسة. حتى السجون، تخيل من السجون ربحوا ناس كثيرين. فبولس مثلا لما يدخل السجن في 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 فيليبي يربح بيت السجان. وأنا أعتقد اعتقادي الشخصي إن المساجين كمان اتخلصوا واختبروا الرب. ليه؟ الدليل لما قام السجان عشان يقتل حاله بسبب ان لقي السجن مفتوح والابواب مفتحه، فبولس يصرخ من داخل يقول له لا تفعل بنفسك لاننا جميعنا هنا موجودين. كم هو بولس وسيلة مثلا كانوا في السجن ولا كان في مساجين؟ كان في ويقول المساجين كانوا بيسمعونهما. هم بيسبحوا بيصلوا. حضور الرب في السجن لما تزلزلت اساسات السجن شدت انتباه المساجين، فولا واحد هرب. دي فرصة العمر. أبواب مفتوحة، سلاسلهم وقيودهم وقعت من إيديهم، أحرار. مش فرصة أن يهربوا، ولا واحد هرب. ليه ما هربوش؟ حضور الرب وعمل الرب غير قلوبهم. فكانت رسالة للمساجين، عرفوا كلمة الله وعرفوا حضور الرب يسوع المسيح وسمعوا رسالة الخلاص اللي بيقدمها للسجان. لما قالوا ماذا أفعل أيها الرجال الإخوة، قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. سمعوا نفس الرسالة. السجان لما سمع الرسالة آمن. طب والمساجين؟ أنا أعتقد أنهم آمنوا.